يا هلا وسهلا ويا مرحبا بكل اللي تابعونا على روتانا خليجية. اليوم حلقة جديدة ونهاية الأسبوع، اليوم نهاية الأسبوع، ممكن مخطي. إن شاء الله راح نستمتع مع بعض في هذه الحلقة وناخذ نعطي معاكم في كل ما عندنا من أفكار ومواهب ومنجزات وشباب وبشكل عام ضيوفنا. حابة أسألكم بالخير واكيد امسي على زميلتي لمياء. مساء النور طراد، ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناه روتانا الخليجيه في بدايه حلقه جديده من برنامجنا الاسبوعي واخر حلقه لبرنامج ساعه شباب لهذا الاسبوع. حتكون حلقه جدا مميزه وضيوف مميزين، اكيد ساعه كامله بنقضيها معاكم بكل حب. بس في البدايه اليوم راح نبدا مشاهدينا حلقه برنامج ساعه شباب بشكل مختلف شوي، لانه راح يكون معانا تقرير. صحيح طراد؟ التقرير هذا طبعا حيكون عن رجل متميز، وتقرير في تقرير متميز بإذن الله. أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. المواطن الوزير توفيق الربيع راح يكون معنا في هذا التقرير، خلينا نشاهد سوا ونرجع لكم. أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، عبارة نمت عليها الأحلام في انتظار من يبدد الأوهام ويحدث التغيير بالأرقام المستهلكة. السعودي سئم من الانتظار لمجيء من يفلته من بين نواجذ التجار في فترة عاش فيها السوق السعودي عشوائية في الأسعار لا سابق لها وتضاربا قل ما تجده في أمصار مختلفة. وزارة التجارة والصناعة كانت في وقت سابق شماعة تعلق عليها جميع الحجج من التجار وحماية المستهلك. كانت أيضا في وقت سابق تحتاج إلى حماية، وبين هذه وتلك لم يجد المواطن السعودي في تلك الفترة إلا التحلي بصبر المؤمن في انتظار الفرج الذي أتى بعد 64 عاما. الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية والرياضيات والماجستير في علوم الحاسوب وماجستير آخر في علم المعلومات من جامعة الملك سعود بالرياض. من العام 1999 وحتى عام 2000 عمل الدكتور الربيع أستاذا مساعدا في جامعة الملك سعود، ثم مديرا عاما لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الهيئة العربية العامة للاستثمار حتى عام 2007، ومنها وحتى عام 2011 عمل مديرا عاما لهيئة المدن الصناعية السعودية مدن. خلال هذه الفترة عمل الربيع على تحقيق العديد من المنجزات، خاصة إطلاق برامج تنمية المدن الصناعية الجديدة وتوسيع بعض المدن الصناعية القائمة وتأهيل البعض الآخر. هذه التطورات نتج عنها معدل نمو 80% للمدن الصناعية مقارنة بما تم خلال 40 عاما الماضية. في أبريل عام 2010 تم تكليفه للعمل نائبا لوزير التجارة في وزارة التجارة والصناعة ومشرفا على الاستراتيجية الوطنية الصناعية، بالإضافة للإدارة العامة لهيئة المدن الصناعية. وفي 13 من ديسمبر لعام 2011 صدر المرسوم الملكي بتعيينه وزيرا للتجارة والصناعة. بدا الدكتور توفيق الربيع كاسم مجهول لدى العامة لحظة تعيينه، طرحت حوله الكثير من الاستفهامات وتزايدت التساؤلات. أتراه يصنع فرقا وينتشل من غرق؟ هي شخصية حملت النجاح معها أينما حلت، لكن الوزارات تختلف عن أخواتها والشواهد تثبت ذلك. اعتبر الدكتور الربيع في الفترة الخريفية تلك بمثابة مفترق الطرق للسوق السعودي في ظل الكثير من التحديات التي ألقت بظلالها على المستهلك، أهمها إيقاف تجاوزات التجار وإيجاد حل للمساهمات العقارية العالقة وأزمة الاحتكار والغش التجاري وغيرها من المشكلات الكبار والصغار الكثير. لكن الربيع بدا صامدا في وجه تلك التحديات والتي استطاع من خلالها تحقيق أولى نجاحاته بعد 21 يوما فقط بعد توليه الحقيبة الوزارية بقرار حل اللجنة التنفيذية للمساهمات العقارية،
وإعادة هيكلة الأمانة العامة لها بعد تعثر ما يقارب 400 مساهمة عقارية من تاريخ عام 1426 هجرية، تسببت في ضياع حقوق أكثر من 100,000 مساهم في تلك الفترة. حرب أولى خاضها وزير التجارة، ونجحت فيها الوزارة بصرف مستحقات الدفعة الأولى من المتضررين من هذه المساهمات بعد شهر واحد تحديداً. ومنذ عام 2012 وحتى اللحظة استطاعت الوزارة بقيادة الدكتور ربيعة حل ما يقارب 200 مساهمة وإعادة الأمل إلى 25,000 مساهم بمبالغ تجاوزت 5 مليارات ريال سعودي في وقت كان الأمل أوشك فيه على الأفول. تنفس المستهلك الصعداء وشعرت الوزارة في لحظة من اللحظات أنه ذاك الفارس ذو الجواد الأبيض الذي امتطى الصهوة بعد ترجل 12 فارساً عن ذلك الكرسي. أيام بسيطة حتى شعر المستهلك أن حمايته كانت تحتاج لقرار حازم من وزير جاد بعد أن أعلنت الوزارة مسؤولية وكلاء السيارات في المملكة عن أي خلل في المركبات المباعة خلال عامين من الشراء. بعد فترة كانت الوكالات فيها أشبه بالمنشار، مغتنمة ساعة البيع ورابحة ساعة ظهور عيب المركبة. بتاريخ 13/1 لعام 2012 أعلنت وزارة التجارة عن حل مشكلة الغاز وإنهاء الجدل حول حقية المستهلك في الاستمرار أو الاستبدال أو التعويض في اسطوانات الغاز البلاستيكية. اعتمدت الوزارة خلال تلك الفترة على لغة الأرقام خلال إعلانها عن انخفاض عدد القضايا المرفوعة لمكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى نسبة تتجاوز 60%. بدأ العمل الميداني الفعلي من خلال فرق التفتيش الميداني ومكافحة الغش التجاري والتقليد والأغذية الفاسدة، وتوالت البيانات الصحفية من الوزارة عن ضبطيات الفرق التفتيشية وعن المواجهة المباشرة مع عمليات الغش التجاري من خلال مداهمة أوكار ومستودعات غير نظامية. تسارعت الأحداث على الوزارة وتجدد الظهور الحازم للوزير ربيعة بعد أن بدأ سوق الأسمنت السعودي يعيش أزمة حقيقية طالت لمدة شهر كامل. لم يكن هناك العديد من الخيارات أمام الوزير، فأصدر قراره بإيقاف تصدير مادة الأسمنت حتى يتم التأكد من سد احتياجات السوق المحلية، مع أن انتهت أزمة الأسمنت حتى تصدرت الواجهة أزمة جديدة، أزمة الدجاج، والتي احتاجت من الربيع الوقوف مجدداً مع حاجة السوق المحلي وتوفيرها. فأصدرت الوزارة قراراً وزاري بإخضاع الدجاج لأحكام السياسة التموينية واعتبارها أحد السلع التموينية الرئيسية، كما أصدر قراراً بتعليق تصدير الدجاج حتى اكتفاء السوق المحلي واستقرار الأسعار. ارتفاع السلع الغذائية هي الموال الذي لا ينقطع صوته في عام مع دخول شهر رمضان، حيث عملت الوزارة على رصد كامل للسلع الغذائية وأسعارها للمحاولة في الحد من التجاوزات الموسمية التي يقوم بها تجار التجزئة، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات التي تعالج الممارسات غير المشروعة المسببة لارتفاع الأسعار طوال العام. الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم كانت تعيش في منظومة منفصلة تحكم بعضها قوانين خاصة كانت الدور الأبرز للوزير المواطن للقضاء عليها، ومن أبرزها القضاء على عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، وإلزام محلات التجارية بطباعة الفواتير باللغة العربية
ومنع رسوم الخدمة التي تطبقها المطاعم على المواطنين وإلزام المحال التجارية بوضع بطاقة السعر. صاحب درجة الدكتوراه في الحاسب الآلي استفاد من خبرته الأكاديمية في تطوير العمل الإلكتروني داخل أروقة الوزارة، فقامت الوزارة بإدخال أسلوب جديد في التواصل مع المواطن واستقبال الشكاوى من خلال رقم الهاتف ومن خلال الموقع الإلكتروني ومن خلال تطبيق الوزارة الذي أحدث نقلة نوعية في رصد المخالفات والإبلاغ عنها. أما على صعيد التعاملات الحكومية فقد نجح الربيعة في إطلاق مبادرة بدون ملف علاقي، والتي تهدف إلى تقليل العمل الورقي بالاعتماد على وسائل التقنية الحديثة التي أبهرت الوزارة من خلالها جميع المستفيدين من خدماتها. ففي السابق كانت الوزارة تحتاج إلى 8 أشهر لاعتماد العلامات التجارية، فأصبح اليوم 7 أيام كفيلة بنشر العلامات التجارية المعتمدة في موقع الوزارة. تطوير العمل على إصدار السجلات التجارية والتي توقفت فيها المملكة على كثير من دول العالم بعد أن أعلنت الوزارة أن 180 ثانية كفيلة باعتماد سجلك التجاري، وأنه بالإمكان لأصحاب المتاجر الإلكترونية العمل من منازلهم. إنهاء طلبات الإعفاء الجمركي في 7 أيام بدلا من 3 أشهر، إصدار التراخيص الصناعية إلكترونيا خلال 3 أيام بدلا من 15 يوما، إنشاء شركات إلكترونيا وتقليص مدة التسجيل من 5 أيام إلى يوم واحد. كما استطاعت الوزارة الربط إلكترونيا مع 50 جهة حكومية وتوحيد عقود الشركات. جوانب متعددة استدعت وجود القرارات الحاسمة للدكتور الربيعة، والتي كان من أهمها الحد من المخالفات المتعددة للعديد من الشركات، حماية للمستهلك من خلال فرض العديد من العقوبات التي تطبق على مخالفي أنظمة الوزارة، والتي تضمنت لأول مرة عقوبة التشهير بالمخالفين، بالإضافة إلى ضبط العديد من الشركات المتهمة بالنصب والاحتيال. استطاع الوزير الربيع العمل على حل العديد من المشاكل المرتبطة بعالم السيارات وخدمات ما بعد البيع، والتأكد من استفادة المستهلك المطلقة لما يتم شرائه من قبل الوكلاء، وتحديد أهمية الحفاظ على حق المواطن ومنع الاحتكار من قبل الوكلاء، والتزام الوكيل بالصيانة المستمرة للمستهلك، وزيارة العديد من الشركات الكبرى لمناقشتهم حول العناية بالعملاء. كما تمكن الربيع من إحداث نقلة نوعية في تطوير صناعة السيارات من خلال إتاحة المجال أمام الشركات العالمية لتكوين بيئة جاذبة لشركات السيارات في السعودية. هذه البادرة بإنشاء مصنع لإنتاج السيارات في المنطقة الشرقية وإنتاج أول سيارة صنعت في السعودية في العام 2012. لم يقف الدكتور توفيق الربيع على إرضاء الجوانب المهنية التي تركزت على الأرقام وتستند للرسومات البيانية، لكنه حلق بوزارته إلى أفق أرحب، إلى فضاء ندر أن تتصف به وزارة عربية أو جهة رسمية. استطاع برؤيته الوصول بالوزارة إلى أفضل بيئة عمل حكومية خلال 2 عامين. وبالتأكيد فإن الجانب العملي المدعوم بقواعد التنظير كانت حاضرة بين الأسباب، لكن المتفحصين يرون الدور الإنساني من خلال الدعم النفسي للموظفين، والذي تجسد ذات يوم بإرسال شهادات شكر إلى أمهات الموظفين المثابرين في بادرة لم يسبق لوزير سعودي أن قام بها. مواقع التواصل الاجتماعي أيضا كانت تشهد لتواضع الربيعة من خلال تفاعله المستمر مع المواطنين والرد على استفساراتهم المباشرة من خلال حسابه الخاص على موقع تويتر النافذة، التي أطلت بالوزراء على عبر العالم الافتراضي إلى واقعية حال المواطن. والربيعة كان له العديد من المواقف الإنسانية التي نقلها المتابعون والتقطتها عدساتهم بعيدا عن تكلف المكاتب وهيبة المشالح، ليظهر فيها المواطن توفيق الربيع الذي أتى بهدف الإنجاز والتغيير الأفضل، آخذا بيد وزارة التجارة إلى ضفة المستهلك، والتي قلما كانت تتواجد فيها خلال الأعوام الماضية، أتى متأخرا كان خيرا.
يا هلا وسهلا معكم من جديد في ساعة شباب، والآن في أحد الفقرات المهمة عندنا في ساعة شباب، وهي فقرة عالم السيارات اللي بنعيش حقيقة مع ضيوفنا في كثير من التفاصيل اللي ممكن ما كنا يعني نعرف عنها، وحنعرف عن يعني إنجاز جديد مع ضيوفنا الاثنين. أكيد طبعا، لأن ضيوفنا اليوم اهتموا بمسألة تعديل السيارات وكمان العمل على أكثر جانب فيها في ورشتهم الخاصة. اسمحوا لي أرحب بضيوفنا بوليد ولؤي السليماني. يا هلا فيكم ساعة شباب. الله يسعدك. كيف حالك لؤي؟ بخير الحمد لله. وليد؟ الله يحييك. باكم طيب إن شاء الله؟ الحمد لله. بداية لؤي، كلمنا في البداية عن علاقتكم بالسيارات، ومتى بالتحديد بدأ الشغف بالسيارات؟ والله الحمد لله احنا بدأنا تعديل السيارات، والهواية هذه بدأت معانا من يوم ما احنا صغار. يعني من يوم ما المرحلة المتوسطة دراسيا. جميل. واحنا كنا نعدل السيارات وحبة حبة الحمد لله طلعت الموهبة لن معانا على قولتهم مع العمر طلعت، والحمد لله احنا فتحنا جراج تعديل سيارات خاص بينا، وفتحنا جراج برضو خارج للزباين وكذا. لأنها منذ الصغر أكيد أعتقد أنها ساعدتكم أكثر. طب وليد خليني أسألك، لكم ورشة خاصة فيكم تشتغلوا على السيارات فيها طبعا، وبتاخذوا راحتكم في الإنجاز زي ما تبوا، بس عرفنا أكثر عن على هذه الورشة وطبيعة النشاط اللي بتسووه في الورشة، لأنه بتختلف طبعا من مكان لثاني. والله الحمد لله الوالد أمن لنا جراج نسوي فيه كل شيء، تعديل بما يخص يعني أي شيء في السيارة يخص الحمد لله، من معدات من تعديل من أي حاجة، مكينة تحت السيارة فوق كهرباء، فكل شيء الحمد لله نحتاجه في التعديل في الجراج هذا موجود. لا أقل التفاصيل أو الديتيلز يعني اللي تحتاجها السيارة ما عندكم مشكلة؟ أي شيء، كل شيء بإذن الله موجود. طب لوي خليني أرجع لك في مسألة الجراج الخاص اللي فتحتوه فيكم، هل فتحتوا أو قدمتوا الفكرة هذه عشان تشبعوا رغباتكم في تعديل السيارات وهوايتكم وموهبتكم، ولا بتستخدموها تجارياً؟ والله كذا وكذا، يعني في البداية كانت لينا إحنا بس هواية. فصرنا أيوه هواية، صرنا لما نطلع في الشارع العالم يسألونا ما شاء الله فين عدلت، عدلتها عندي ما شاء الله، أنت عندك جراج طيب ممكن رقم جوالك نتواصل معك على أساس نبغى نعدل السيارة، طيب تفضل. فالحمد لله منا الحمد لله السمعة وصلت صار أيوة. العالم حلو. طب يعني خلينا نقول يعني اغلب المشاريع زي كذا يبداوا يجربوا على نفسهم على الناس اللي حولهم، يشوفوا اقبال يبداوا يتحمسوا يشتغلوا تجاري. حلو. طب وليد خلينا اسالك، فكرتوا انكم تشاركوا في اي معارض او احتفالات خاصه بالسيارات؟ بما انه تعرف في جده في معرض السيارات العالمي بيحصل كل سنه تقريبا او كل كم سنه، يعني في امور غريبه بتحصل، ما عاد اخر سنه ما شفت تغييرات، فقد ايش يهمكم في المشاركه في هذه المعارض؟ يهمنا كثير الحمد لله، احنا بتجينا عروض في جدة وخارج جدة على مستوى المملكة ودوليا الحمد لله، عندنا مشاركة بعد تقريبا شهر خارج السعودية. فالحمد لله هذه الأشياء تهمنا كثير، فافتتاحات أشياء زي كذا بيتصل علينا يتواصل معنا يحبوا أنهم نشاركهم وكذا. كده ايش يضيف لكم إن والله إحنا رحنا، ولا بتاخدوا خبرة، ولا عشان تقولوا الناس إنه إحنا شوفوا عندنا إيش عشان نعرض يعني موهبتنا الشيء اللي إحنا سويناه. يعني أنا أقعد أعدل تقريبا في السيارة أقعد سنة أعدل فيها تعديل أدق التفاصيل أعدل فيها. آخر شيء لما أجي أعرض للعالم كل العالم أشوف أتصور العالم تجي ما شاء الله تبارك الله. يعني أنت تنبسط في ثمرة. أيوه أنت حسيت إنك أنت سويت شيء. يعني سعدت. طب لؤي يعني بما إنك ذكرت المشاركات والأنشطة اللي بتشاركوا فيها، هذه تحتاج لدعم مادي جدا كبير، وأي مشروع أو أي فكرة تحتاج دعم مادي جدا كبير، هل أنتوا عندكم الدعم موجود ولا بتحاولوا إنكم تحصلوا عليه من خلال طرق معينة؟ والله بعض التجمعات لا الدعم موجود وبعضها لا، يعني إحنا نسعى بأنفسنا نقعد والله نخسر من جيبنا على أساس نبغى نوصل لشيء، وإن شاء الله حبة حبة بإذن الله. حلو. طيب يعني تعديل السيارات ترى ما هو موضوع غير لمبة غير باب، لا هي في تفاصيل كثيرة ممكن حتى أنا يعني ما أفقه فيها كثير والله، بس أعرف إنه السيارة وعشاق السيارات يدخل في تفاصيل، يعني يقول لك لا شوف يعني أنا شوف مثلا شوف كفر نفس الثاني تقول لك لا شوف الفرق اللون هذا والحركة المقاس هذا غير، فأدوني قد يعني أدق التفاصيل. خلينا أبدأ فيك أريد يعني أبدأ معك في حكاية التفاصيل، إيش أكثر شيء تهتم فيه في تعديل السيارات؟ والله انت كشخص مالك بلؤي كشخص انا في اي حاجه تقدر تدقق فيها، كان كيف اقول لك يعني درجه شكل المسامير ولا انت لا مجرد بويا او مثلا الكماليات اللي في السياره، البويا من ناحيه التنجيد يعني في السيارات الكلاسيك خاصه النيكل اهم حاجه يكون شيء مرتب نظيف جاي 100%، الاكسسوارات اللي بتضيفها عليها كالجنوط كالسيستم الهيدروليك اشياء كثيره في الماكينه
كتغطيس كتنكيل كهذه يعني الاشياء انت في الاشياء يعني الجماليه وبرضه في ماكينه السياره. ايوه يعني ايوه ايوه وش مين فيكم يهتم بايش؟ والله كلنا، انا اكمل ذا وذا يكملني، ما في احد بس يعني كلكم مهتمين بالجانبين، الشكل الجمالي ولا ما نفك القراج اللي سوا ما شاء الله وتشتغلوا مع بعض نشتغل. اي يعني انا حابه اسال انه في ناس كثير عندهم سياراتهم بتكون قديمه وما يفكروا انهم يا والله يشتروا سيارات جديده او حديثه موديل، فبيحاولوا انهم يعدلوا في سياراتهم يزبطوا فيها ويخلوها مرتبه وتطلع بشكل جديد ومختلف تماما على الشكل اللي كانت فيه. هل انتم في الجراج الخاص فيكم بتشتغلوا على هذا المجال ولا انتم بس بتشتغلوا على تزيين السيارة الخارجي ولا بتشتغلوا كمان من جوا والديكورات كاملة في السيارة؟ والله هذه شغلتنا اصلا اللي انت قلتيه، يعني السيارات القديمة احنا نرممها، نخليها مثلا السيارات اللي نعدلها كلها موديلاتها في الستين في الخمسين في الاربعين، يعني نعدلها نخليها 2016 تموك تعقدهم يعني زي العصر من البويا ومن البويا والهذي يعني تكون احسن منها، يعني هذه مثلا لون فضي لا هذه فضي تعطيك لمعة ذهبي. هذه اللون موف ليلك تعطيك في الليل زي كذا. وكمان بتشتغل على المحرك تزيد السرعه طبعاً. ودي الاشياء انه دائما بنشوفها في برامج تعديل السيارات فبنشوف صراحه نتائج جدا مبهره، بنشوف السياره قبل وبعد وبيكون الناس راضين على هذه النتيجه بالضبط بينصدموا. مو هذا اللي نشتغل عليه احنا، يعني زي الماكينه لا احنا ما نفك الكبوت تشوف شيء لون اسود، لا تفك الكبوت تشوف شيء هناك، الاكسسوارات يعني في كلمه ممكن هناك متسوسه بس احنا نعرف انه في شيء هنا سويناه. اوكي عرفت يعني احنا ندقق على قولتهم في الاشياء هذه. حلو حلو التدقيق خصوصا في هذه الامور. طب وليد بسالك لو اخذتوا سياره مثلا في قديش ممكن تعدلوها او على حسب الحاله بس كافرج كمتوسط؟ على حسب الحاله يعني 6 شهور 4 شهور 5 شهور. أوكي. حسب حاله في تحدي لا يعني التحدي ممكن يكون فترة أقصر أسبوع عادي إحنا قد عدلنا سيارة. حب التحدي أنت الحمد لله. إيه ما شاء الله واضح. بس متى تفك الجراج يعني الصباح؟ لا إحنا شغلنا دائما يعني من بعد المغرب إلى أذان الفجر. أوه أوكي. يعني حصة الناس. أيوة جراج تقفل الباب استكني يا أبوي أنا هذا لازم تقعد تشتغل دق على عيال يجي يتكم عفا. بس حلو فيها عيال. تتونس على قولتهم. طب أبغى أعرف لؤي يعني إيش طموحكم؟ تبي توصلوا لإيش من خلال موهبتكم في تعديل السيارات؟ إيش اللي تتمنوا إنكم تحققوه؟ والله الحمد لله أنا على قولتهم يعني وصلنا لمرحلة إنه ما شاء الله العالم صاروا يعرفونا دوليا. حقين معدلين السيارات. الحمد لله هذه المرحلة أنا وصلت لها أنا وأخوي خلاص. احنا كذا مبسوطين وانتم راضين عن هذا الحمد النتيجه الحمد لله يا رب لك الحمد. وتتواصل مع ناس برا وتاخذوا وتعطوا معاهم من برا من المكسيك من هذا كله لانه جوا احنا كلاسيك. مين افضل احنا ولا هم؟ والله طبعا هم لانه عدتهم هم ما ينفع نكذب بس نقول احنا قد كذا عادي بيننا من بعضنا حد داري عنه هم عدتهم متوفر عندنا كل الاكسسوارات موجوده عندنا احنا نطلب الاكسسوارات من هنا. ايوه ان شاء الله يبدا تصنيع عندنا يعني ان شاء الله نقول ان شاء الله نطمح نقول ان شاء الله مفكرين. طب ايش في كمان طموحات كمان في بالكم؟ يعني هل ممكن مثلا خليني اقول لكم في شباب الان يعشقوا هذا الامر ويبغوا يعدلوا ويبغوا يسووا، هل ممكن احد يشارككم فيها ولا انتم لسه يعني ورشتكم لكم انتم ما في اي فروع ما في اي فكره لافتتاح محل او شيء؟ احنا عندنا دحين اساسا جروب جروب تعديل اسمه جروب ديفرنت. هذا الجروب ايوه هذا الجروب مسؤول عن يعني كل الهوايات أيوة. تعديل سيارات سكيت ما ادري ايش كل شيء عارف فانه اللي بنضم ينضم معنا في الجروب والتعديل اللي من اعضاء الجروب طبعا اسعارهم غير مو زي الشباب. حلو طبعا لؤي ووليد السليماني شرفتونا اليوم في الاستوديو ونتمنى لكم كل التوفيق. الله يعطيك العافيه. ايش نشوف عاد تعديل السياره تعطيكم العافيه. طبعا احنا مكملين معكم مشاهدي قناه روتانا في ساعه شباب عرفنا عن تعديل السيارات وحنعرف أكثر في أمور ثانية سواء فقرة السلطنة أو حتى في الأخبار اللي حتكون بعد الفاصل حنسولف معكم في كذا خبر كذا يا تنصدموا يا تستانسوا على حسب. بعد الفاصل لا تروح بعيد يعطيكم العافية. ومساكم الله بالخير وصلنا معكم لفقرة الأخبار المنوعة اللي تجيكم من كل مكان بأخبار منوعة وغريبة وجديدة وماشيين كمان مع التكنولوجيا. كل شيء راح تلاقونا في هالفقرة اللي نقدمها كابتن ريما وتراد سندي. هلا وسهلا. وبنبدأ بخبر أنا صراحة سعت بهالخبر وبنفس الوقت أنا يمكن أنا بالنسبة لي ما قد سمعت عن شيء زي هذا قبل كذا وشيء يعتبر جديد. قد سمعنا مثلا عن الملاجئ أو للإنسان موجودة يمكن في جميع أنحاء العالم لكن تحديدا لو بنتكلم على السعودية خاصة الملجأ هذا ملجأ للحيوانات الضايعة التايهة عن طريق فتاة سعودية قامت بهالدور هي معاها مجموعة من المتطوعات
قالوا أنه لازم نسوي ملجأ لبعض الحيوانات أو للحيوانات بجميع أنواعها. إن شافوا حيوان مثلا كلب أو حي أو بسة أو شارد بالشارع ما لا أحد يأخذوا يتبنونه عندهم ويخلونه عندهم طبعا ويهتمون فيه اهتمام كبير جدا. وبعد كذا كمان يعرضون للناس إذا أنت حابب أنك أنت تتبنى هذا الكلب من عندهم أو الحيوان إيش ما يكون نوعه تروح عندهم ويسوون لك اختبار. يعني مو بس يلا تروح عندهم يقول لك يلا خذ البسة وتمشي وكذا ولا خذ الكلب ولا خذ الحيوان اللي موجود في اختبارات يعني. إيه يقعدون معاك ويتأكدون أن أنت فعلا مهتم بأنك أنت تتبنى الحيوان هذا ويكون عندك موجود بأمان وتكون بشكل جاد وتدفع مبلغ رمزي اللي هو حق التطعيمات وتأكيد لسلامة هذا الحيوان. طبعا هذه التوعية كمان قالت سارة الفهاد أنها تتمنى أن يكون في توعية عن الرفق بالحيوان والاهتمام فيه. وإحنا نقول لك سارة مشكورة على هالبادرة أنت والمجموعة المتطوعة في هذا المجال. الله جزاها الله خير. كثير من يعني البساس يندعس بالسيارات ولا شيء شيء وشيء وبعضها تكون شاردة يعني أنت أحد يكون مثلا مربي حيوان معين يشرد ويبان عليه تلاقي كده مرويان باين وخذ السيارة حيوان حد ناس يعني محترم عموما احنا طبعا من الحالات الإنسانية والبادرات الشبابية والمستمرة ما شاء الله تبارك الله وتحية لسارة الفهاد إلى الاختراعات التكنولوجية واللي بتستمر معانا خلال برنامج ساعة شباب. الآن احنا تكلمنا عن أرخص جوال قبل كده أعتقد كان ب$4 الآن هذا الجوال اللي معايا أقل من $4 لا يعني ب$3.66 معقولة فرقت معاملة كبير. هذا طبعا الجوال من صناعة هندية وشركة هندية هي اللي أطلقته هاتف ذكي بتقريبا $4 إلا هذه الشركة الهندية طبعا بتقول إنه هذا الجوال راح يكون الأرخص ثمنا في العالم. وذكرت الشركة إنه سعر الهاتف الذكي يعني تقريبا 251 روبية وطبعا يمثل تقريبا نصف السعر نصف سعر أرخص هاتف ذكي بيتباع الآن في الهند يعني بينافسوا نفسهم. هذه الصورة هو شكل الجوال ما أدري إذا تعطينا. نعم هذا هو الجوال. والله توقعت عرفت لما اللي هو كده أبو كشاف أو شيء. توقعت إيه صغير وكذا أي شيء. بس هاتف ذكي يعني أيوه. وعنده كل الميزات. الحين هياخد الميزات طيب يقول لك أول شيء يعمل هذا الهاتف بنظام تشغيل أندرويد. ومقاس شاشة 4 بوصات وبرضو يحتوي على كاميرا أمامية بمستوى الدقة تقريبا 3.2 ميجا بيكسل وبرضو في كاميرا خلفية. وصفت الشركة طبعا إطلاق هذا الهاتف الذكي الجديد أنه قصة نجاح لحملة طبعا هذه الحملة أطلقها رئيس الوزراء الهندي اصنع في الهند هذه اسم الحملة صناعة هندية اصنع في الهند. فهو سمى هذا رئيس الوزراء الهندي هذه الحملة. والجدير بذكر المستخدمين على فكرة وصلوا لأكثر من 1 مليار مستخدم في هذه في ظل حدوث هذه طفرة الهاتف في المبيعات تحديدا الهاتف الذكية اللي صارت رخيصة الثمن. وأصبحت الهند مؤخرا ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم بعد الصين. إنجاز ما بعد والله حقيقة. إنجاز مو بسهل. وبعدين الجوال شكلا جميل وفي كل المميزات $3 وانت كاشخ. طيب نروح لخبر كمان يعتبر من الاخبار الغريبه الصداع. الحين ما في احد ما يعاني من الصداع من الحياه اللي احنا قاعدين نشوفها التكنولوجيا اللي احنا عايشينها الضغوطات النفسيه اليوميه التوتر القلق قله النوم والاكل او نوعيات الاكل المعينه الغير صحيه هذه كلها اسباب ممكن تؤدي الى الصداع. قامت تطلع الدكتوره ليونارد قالت أن أقدر أحل هالموضوع لا تأخذون حبوب ولا تتعبون أنفسكم. كل اللي عليك تسويه طراد تجيب قلم رصاص تحطه بأسنانك من غير ما تضغط عليه. ليش؟ تقول لك أن أصلا السالفة الصداع تجي من انكماش العضلات اللي تكون مثلا بالوجه أو بفروة الرأس أو بالفكين. ففي حالة من أنت تحط القلم على الأسنان أيوة. كذا يعني أيوة. المهم زي ما هو هذه موجودة الصورة تحطها بالطريقة هذه بس من غير ضغط تخفف الضغط اللي موجود في عضلات الفكين وبالتالي اللي هي تخفف التوتر وتخفف الصداع. فاختراعات يعني هو صراحة أفضل تقول هو حيخفف نسبة الصداع بشكل كبير. صدق إنه جربوها صدقين. أنت جربتها قبل؟ أنا أقول لك حاجة أنا عندي مشكلة في فكي عضلات فكي دائما تألمني ودائما يجيني انت الصباح. عندك نفس الموضوع اللي عندي العضه وانا صح وانا نايم. انا كويس انها بجيبي هذه اللي هو الجارد. أي.
في نايت جارد وفي دي جارد. تلبسها الدي جارد في الصباح والنايت جارد يكون مسافه اعلى. انت عندك نفس الشيء؟ واضح ان عندنا حالات نفسيه. والله انا في الصباح محتاجين دكاتره. نايم وصاحي وانا عضرض في اسناني وفعلا لقيتها مشكله. اسناني تحركت جاني صداع وفي نفس الوقت الالم حق الفكهه ما راضي يفكني بالضبط وياثر بس بعدها يعني. للصداع هذه المشكله خف والله خف كثير جدا. هذا هو طبعا الجارد زي ما احنا شايفين. طبعا هو هذا النحيف في الليل البس الثيك اللي هو اعلى شويه يخلي مسافه بينك وبين فكك ما تخلي يعني ما عشان ما يصير احتكاك ويصير بالضبط. فتقريبا هذا قريب كمان من قلم الرصاص بس من غير ما تقعد تلبس وتشيل بروفيشنال اكثر يعني. ايه حط بس القلم زي ما اتضحت الصوره قبل شويه وحطيناها قبل شوي ويخف الصداع لانه راح يخفف شد العضلات اللي موجوده في الفكين. عموما هذا بالنسبه للصداع وان شاء الله ما تشوفونا للصحه والعافيه. طبعا احنا طبعا برضو عندنا خبر ثاني برضو بانجازات من الطالب من الشباب والبنات بس تحديدا طالبات في كلية القانون والعلاقات الدولية وحصلوا على 5 جوائز من أصل 7 في مسابقة ويليام فيس اللي طبعا اللي هي ده طبعا اللي لابد نذكرها من طالبات من جامعة دار الحكمة اللي دائما بنشوف إنجازات ما شاء الله تبارك الله كثيرة جدا. طبعا هذه المسابقة لمريم فيس التحضيرية للمحاكمة الصورية في القانون التجاري الدولية في البحرين في دورتها 6 اللي عقدت أخيرا وحصلوا على هذه 5 جوائز من أصل 7. هذه الصورة طبعا اللي بتجمع الطالبات وطبعا الجوائز 5 لابد نذكرها هي طبعا جائزة أفضل فريق، جائزة أفضل مرافعة شفوية، جائزة أفضل مذكرة كتابية عن المحتكم عفوا، برضو آخر جائزة هي جائزتي مينا تشامبيونز للدعم وكانت جائزة أفضل مرافعة شفوية من نصيب ديالا القباني. أما جائزتي اللي هي مينا تشامبيونز للدعم فكانت للنصيب غيداء إدريس ولين شربتلي لأدائهن المتميز في هذه المسابقة. حقيقة تكوين فريق دار الحكمة لهذا العام في لطلاب طالبات عفوا يعني بهذا القوة شيء جدا جميل وأعتقد تحفيز لباقي الطالبات يعني شيء جميل سواء بإنجازات إنسانية زي ما ذكرتيها كريمة في بداية الحلقة أو بالجوائز اللي حصدوها في البحرين. وأنا دائما عندي يقين بالله سبحانه وتعالى ثم بشبابنا وشابات هالوطن الغالي ان دائما نشوف فيهم الخير. كذا انتهت فقره الاخبار المنوعه، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا في هالفقره وبتستمتعون بالكثير بس بعد شوي في برنامج ساعه شباب. بس دقيقه بس لما انت عندك العضه هذه فين اللي في اسنانك؟ لا ما البسها هي بس وقت النوم. لا واحيانا انسى. اي انا لابسها الان ترى. اي ادري بس الحين ما ماني متوتره. نطلع فاصل احسن بعدين نطلع موضوع التوتر. يلا طالعين وراجعين. يا هلا وسهلا ويا حي الله من يتابعونا على قناة روتانا الخليجية في آخر فقرة وفي آخر حلقة لهذا الأسبوع. طبعا يعني بنحاول بقدر المستطاع أن نعطيكم كل الفقرات الجيدة وخصوصا فقرة السلطنة اللي لابد نكون دائما معكم فيها متجددين بكل ما هو جديد مع الفنانين. ضيفنا اليوم بدأ في حياته الفنية من فترة وكمان تمكن من العزف على أكثر من آلة موسيقية وشارك في احتفالات جدا مختلفة مع فنانين. اسمحوا لي أرحب بضيفنا الفنان أمين فارسي. يا هلا فيك سعد شباب. يا هلا وسهلا فيكم و... صاحب الصوت سعيد. الجميل ها صاحب الصوت الجميل مشرفنا الله يسعدك. دحين نسمع كده. كيف امورك كيف دنيتك؟ والله تمام كله تمام. كيف حالك؟ ما نشوفه ما صرنا نشوفه طبعا. امين خلينا نقول لكم صديق قبل ما يكون حتى يعني اخونا الله يسعدك حبيب. يا رب. بدايه امين خلينا نعرف وكيف تقدر توصف لنا البيئه الفنيه اللي بتشتغل فيها ولاي درجه اعطيت حتى تتمكن من الوصول لنفس المستوى اللي انت فيه الان؟ والله في البداية أنا يعني من أنا صغير مستهوي كده الفن والنغم وأبوي عازف ما شاء الله والدي ويعني العيلة عندنا مهتمة بالفن فنية عالية. أيوة قويتها عن طريق خد دراسة تعلمت المقامات تعلمت العزف على العود عند الأستاذ غازي علي طبعا أوجه له تحية أكيد نوجه له تحية. فيعني هذه الأشياء اللي قويتني عملت التمارين الصوت السولفيج الأشياء هذه كثير ساعدتك في ناس. أيوة أيوة يعني الواحد أنا دحين لو أسمع نفسي قبل هتقول مين ده؟ أيوة قبل 5 سنين قبل 10 سنين يعني يعتبر أيوة. صحيح بس هم شخص كل الموهبة خبرة. موجودة أيوة. والخبرة كمان أصبح صار عنده خبرة في الأداء. أيوة في البداية يكون الأداء جدا بسيط وجدا أيوة. تقليدي
صحيح. يعني انه يقلد كذا وكذا بس يعني لما تلاقي خطك المناسب لك. بالضبط. طيب احنا ما شاء الله نعرف اعمالك كثير، ولكن في ناس اكيد متابعين لسه ما عرفوا عن اعمالك اللي فاتت، نبغاها واحده واحده. ايش اعمالك اللي قمت فيها واخر عمل اللي اصدر قبل 10 ايام؟ والله بالنسبه لاعمالي، اول عمل لي اسمه من حبها، من حبها انا بكيت. ثاني من كلمات وسيم مصباح والحاني. ثاني عمل عندي الله لا يفرقنا، كلمات والحان تركي الشريف. ثالث عمل برضو كان تعاون مع تركي الشريف، انتهى الدوام، كانت طلعة كذا. ايش قصتكم مع تركي الشريف انتم؟ ما شاء الله ماخذين كلمات. تركي صديق. ايه. تركي يعني صديق والله ونعم فيه ودائما متميز، وانسان يحب الشباب ويحب الفنانين، وانا يعني في بيني وبينه يعني صداقه كبيره. هو رجل رائع صراحه، ودائما سمعت سابقته بكل خير ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله يعني اعماله واضحه في السوق ومكسره. جميل. اخر عمل لي اللي اصدر مؤخرا بديت تحس، من كلمات مانع بن شيبان والحان هيثم الهزوم. حلو. وتوزيع سلطان عادل. طيب ايش حنسمع يعني؟ احنا متحمسين ان نسمع. تبغون نبدا باية واحده؟ زي ما تبغى الاخيره مثلا، ولا تبغى في الاخيره؟ طيب نبدا بالاخيره. يلا طيب. اوكي. طبعا معانا العازف. اي دحين طبعا احنا بس نوجه تحيه لمشاري يطير العافيه العازف اللي دائما يشرفنا، يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا. ننزل شويه سنه بس. بديت تحس فيني زين، وينك كم سنة ناسي، توك قلت بيك الحين بعد ما مات إحساسي. بديت تحس فيني زين، وينك كم سنة ناسي، توك قلت بيك الحين بعد ما مات إحساسي. أبي ترجع لكن وين حبيبي دوم لقاسي، أنا في داخلي جرحين، جرح الخوف مع ياسي، جرح الخوف معايا ياسي. وتدري كم بكت هالعين، وتدري وش وجع راسي، وتدري اني لين الحين غلاتك تكتم انفاسي. انا لقى مو قلبين، عرفت الحين يا قاسي، أحبك يا نظر هالعين، شعوري هذا وإحساسي، شعوري هذا وإحساسي. يعطيك العافية. يعطيك العافية مشاري على أسفل الجميل، ويعطيك العافية. أمين. طب أمين، نبغى نعرف يعني هل برأيك من الضروري أن الفنان لازم يكون متعلم ويعرف يعزف على أكثر من آلة موسيقية؟ وأنت كمان طبعا بتعزف على أكثر من آلة موسيقية، نبغى نعرف إيش هي، وإيش هي الآلة اللي أكثر تحبها على قلبك؟ والله أنا من الآلات اللي أعزفها أعزف العود وأعزف الجيتار. بالنسبة لي يعني أكثر الآلات اللي يعني أحب الجيتار صراحة، أنا أحسه قريب مني كده ومن بس مؤخرا صرت يعني كنت راد عارف يعني أجي مع العود شوية كده. طب هل برأيك إنه الفنان لازم يكون يعزف على آلات موسيقية؟ أكيد أكيد، يعني هو يعني الأساس إنه الواحد يكون مستمع كويس على أساس إنه يدي، لكن العزف بيساعد، ترى بيساعد كثير في الأداء، وبيساعد كثير في إنه الواحد يعرف إمكانيات صوته فين حتكون، خصوصا في العود ترى. يعني خصوصا في العود. حلو. طب بالنسبه للالحان، يعني كل شخص يعني مغني يعني اكيد عنده جوانب ثانيه، زي مثلا خلينا نقول يعني تقدر انك انت مثلا تعزف على العود، وتقدر تعزف على خلينا نقول لك على الان قلت لي الجيتار. ففي الحان محتفظ فيها بنفسك، ولا في اشياء اعطيتها الناس؟ والله عندي انا عندي الحان كثيره يعني موجوده لنفسي، وفي لحن واحد صراحه قدمته للفنان. الفنان يزيد خالد.
انتشر العمل ولا والله ايام الفيسبوك احنا زمان صراحه يعني زمان انا اول ما بدات في بلوتوث يعني بدات عن طريق البلوتوث وشويه شويه شويه دخلنا كنا بدينا بشيء بسيط صراحه واللي قبلنا بدوا بشيء ابسط مننا طيب ايش رايك تسمعنا طيب ايش هنسمع نقول من حبها يلا من حبها تقول معايا ولا لا ميمي من حبها أنا بكيت رغم الرجولة دمع سال المشكلة والله وفيت ولا من دمع الرجال من حبها أنا بكيت رغم الرجولة دمع سال المشكلة والله وفيت ولا من دمع الرجال يا ناس شوفوا لي دواء ما اقدر انا انسى الجمال من حبها قلبي انكوى ومن الجفا وقل الوصال احلم بها في كل ليل وادري لقى انا شي محال قلبي انا بيها علي وعلى الفراق ما الاحتمال عرفتها نفسي انا ما اعطيتها لرفضي مجال قلت لها اهوى الغنى وهو انا فيك الدلال قلت لها انا وسيم كامل ولله الكمال أحمد أنا ربي الكريم زايد أنا في كل الخصال معتز أنا بقلبي الحنون سلطان أنا لي جاه مال أمين أنا ما أقدر أخون هذه حقيقة مو خيال قالت لي ابعد عن هواي قلبي ترى صعب المنال باكر تشوف غيرك معاي موت من القهر وزيد اشتعال من حبها أنا بكيت رغم الرجولة دمع سال المشكلة والله وفيت ولا من دمع الرجال الله 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 يعطيك العافية انتشرت عن طريق البلوتوث هذه جدا جميلة بس لأنها قريبة من الناس وخفيفة ولطيفة ودائما تعودنا عليك أمين بأغانيك الجيدة حبيبي حقيقي يعني الفنان أمين فارسي أسعدتنا بوجودك اليوم معنا في ساعة شباب ونتمنى لك كل التوفيق تسلموا لي والله أنا سعيد صراحة بوجودي معاكم و احنا سعيدين شرف لنا والله يعطيك العافيه حبيبي والله ان شاء الله نكون يعني انبسطوا الناس اللي بيشوفونا متابعين اللي مستنين اكيد طبعا احنا وجهنا لهم تحيه طبعا ونشكر وجودك معنا اليوم الفنان امين فارسي يعطيك العافيه احنا وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم مع مشاهدينا اللي بيتابعونا اخر الاسبوع اخر حلقه طبعا نشكر ايضا مشاهد الخضر اكيد اللي شرفنا اليوم ودائما بتبهرنا بطلتك وبعزفك يعطيك العافيه مشاري الله يسلمك حبيبي مشاري طبعا في نهايه الحلقه اذكركم هاشتاج ساعه شباب على الشاشة ظاهر ودائما موجود حتى في الويكند طفشانين ادخلوا ساعات شباب قولوا لنا ايش رايكم وعندكم برضه ايميل البرنامج اقتراحات افكار اي امور حابين تضيفوها ترى البرنامج لكم يعني ما هو تبع احد فاحنا ننتظر كل تواصلكم أكيد طبعا وبكذا انتهت حلقتنا لليوم وأتمنى لكم ويكند سعيد وإجازة سعيدة طبعاً. ورح نرجع لكم إن شاء الله يوم الأحد طبعاً. بضيوف جداد ومميزين أكيد وبحلقة جديدة من برنامج ساعة شباب اللي بيكون معكم دائما من الساعة 4 للساعة 5 وبكذا أقول لكم فأمان الله معكم أنا لمياء غالب وأكيد زميلي أنا كنت معكم طلعت سندي فأمان الله استمتعوا بالويكند مع السلامة